أحدهم يريد الزواج من بنت زوجة أخيه من زوج سابق تبلغ من العمر فوق 40 عاما، ويرفض أخوه وزوجته وأمها الزواج قائلين هذا حرام. ما حكم ما قالوا؟ ماذا تبين أن يتزوج الإنسان من بنت زوجة أخيه ما لم يكن هناك رضاع؟ بنت زوجة أخيه إنما تحرم على أخيه لأنها ربيبة لأخيه، أما هو فلا تحرم عليه إلا إن كان هناك رضاع محرم، فهذا شيء آخر. جزاكم الله خيرا.